استيقظ العالم العربي على خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي صباح اليوم في حادث سير مروع على الحدود اللبنانية السورية، ما أثار تساؤلات حول تفاصيل الحادث، خاصة أن الفنان كان عائدا من حفل أحياه في العاصمة دمشق، وهو الأمر الذي أثار موجة انتقادات في العالم العربي، معتبرين أن إقامة الحفلات في سوريا هو تطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. فما القصة؟ يا حبيبي قلبي مات والبط سبب جنوني. في التفاصيل، أكدت وسائل إعلام لبنانية وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، والذي قضى أثناء عودته من حفل أحياه في العاصمة دمشق، كما أكدت أن السيارة تعرضت لأضرار بالغة من شدة الحادثة. ووفقاً لموقع بالفن، فإن جورج الراسي كان برفقة فتاة في السيارة والتي قضت معه في الحادث، وبحسب الموقع أن صديقته تدعى زينة المرعبي وهي من مواليد طرابلس. وفي السياق، كشف المحامي أشرف الموسوي تفاصيلاً جديدة للجديد، موضحاً كيف لعب سوء الإنارة دوراً في الحادث. وقال الموسوي: هو حادث صاير مؤسف نتيجة الاصطدام بالحاجز الوسطي قبل الحدود اللبنانية، قبل الجمارك بحوالي 300 متر. كان برفقته منسقة أعماله، حقيقة أحيا حفل فني بالليل، وأثر يعني عند عودته من الشام باتجاه بيروت حقيقة اصطدمت السيارة بالحاجز الوسطي. حقيقة الضربة جدا مؤلمة للعائلة، لأهل الراس الكرام. حقيقة طبيب الشرعي كشف على الجثة ومكتب الأدلة كمان، قضاء وقدر أكيد، بس المفاجئ أنه الحاجز الوسطي ما كان في إضاءة، وتفاجئ هو ب يعني بالانعطاف المفاجئ تاعه للحاجز الوسطي. حقيقة الجسم غير مشوه إطلاقا، ومتمنى عدم نشر أي صور تتعلق بجسمانه أو بجسده. الضربة على الرأس واضح لأنه كأي حادث، لأنه قوة العصف كمان كانت كتير قاسية. ما في تشوه بجثتين أبدا. القاضي منيف بركات يشرف على التحقيق لأنه مفرزة سير شتورة هي اللي عم تستلم التحقيقات. حقيقة الدفن يحدد لاحقا لأنه شقيقه بفرنسا، والترتيبات الباقية بتتاخذ من الفنانة نادين. بحبوا بعض، والحياة ما فيها شيء ما بتستاهل، وأنا بحبكم كثير، ويمكن نحن ما نقصر بحق بعض لأنه كل واحد بميلي وكل واحد بمنطقة وكل واحد بشغله. يذكر أن الصحافي غسان ياسين كان قد علق على وفاة الفنان جورج الراسي، ووصفه بالمغمور والتافه، متمنيا ذات المصير لكل فنان وكاتب وسياسي يزور الشام ويطبع مع ما سماه تنظيم الدولة البراميلية وفقا لقوله، ليعود ويحذف تغريدته لاحقا بعد أن تعرض لموجة هجوم حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه يتعرض لحرمة الموت. كما نعى عدد من النجوم جورج الراسي من خلال تغريدات لهم على تويتر، معبرين عن حزنهم الكبير لرحيله، لاسيما وأنه لا زال في عمر الشباب. إذ نعى جورج والصوف الراحل عبر تويتر قائلاً: شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكير يا جورج، الله يصبر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يلي كانت برفقته، خالص التعازي لكل محبي جورج الراسي. أما إليسا فقد كتبت على تويتر: الله يرحم جورج الراسي ويصبر عائلته وأهله، وتابعت: خبر بشع، وشاب بأول عمره بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا، نفسه بالسما يا رب، وتعازي الخاصة للصديقة نادين. وكتبت نانسي عجرم: ما أبشع هالخبر، ما في كلام يعبر، الله يرحم جورج ويصبر عائلته.